دكتور جورج نيكولا، طبعا الجالية العربية تعتز بحضرتك انك انت يعني الرئيس الشرفي للجالية الفلسطينية. ما هو انطباعكم لما حدث من انتصارات بداية حققتها ثورة الشعب المصري؟ أنا بعتقد هذا فخر لكل الشعوب العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني، وأنا دائما بقول إنه إحنا مش بحاجة نشتري أي سلاح، نمشي 8 ملايين أو 5 ملايين مشي على إسرائيل تنتهي إسرائيل من دون أي سلاح. وبما أنه الدول الخليج قاعدة بتشتري أسلحة 60 مليار تدعم فيها أمريكا، كلنا نمشي على فلسطين المحتلة وترجع لنا بهذا الشباب وكل الشباب الذين قاموا بالثورة المصرية. ونحن نعتز في هذا كجالية فلسطينية وكشعب فلسطيني، ونريد الديمقراطية وأن لا يقتل إنسان أخيه، وهذا ما يحصل في بعض البلاد العربية وطبعا في فلسطين أيضا. ونرجو دائما أن نكون معكم في كل وقت، وأن تكون فخرا للأمة العربية كما كانت مصر في عهد جمال عبد الناصر. ألف شكرا يا دكتور. شكرا. نحب برضو نسأل حضرتك، يعني تابعتي ما حدث بالأمس؟ أكيد. فما هو يعني انطباعك؟ هل تعتقدين الثورة المصرية سوف تحقق ما تصبو إليه؟ ولا ممكن ينقض عليها بين لحظة والأخرى؟ يعني أنا بفكر عشان هذه الثورة المصرية بتفرج كتير منيح إنه الشعوب العربية بتطالب في حقوقها السياسية، كمان في حقوقها الاجتماعية، وإنه يعني دائما كانت فيها هذه الفكرة في أوروبا إنه العرب ما بيفهموا شو هي الديمقراطية، وهم أثبتوا منيح إنه هم بيعرفوا شو هي الديمقراطية. على الرغم من التضليل الإعلامي بأنه العرب لا يستحقوا الديمقراطية أو غير مؤهلين للديمقراطية في هذا الوقت. أكيد يعني. إذن هذه أكاذيب. طبعا هذه نظرة غلطة من شعوب العربية إنه عشان هي الديمقراطية إلا شيء أوروبي، هذا مش صحيحة. وكل الإنسان وكل الشعوب يعني بدها يعني الديمقراطية وبتستاهل الديمقراطية، يعني عشان هدول الحقوق الإنسانية. يعني كيف تنظرين لحزب اليساري؟ هل متعاطفون مع الثورة المصرية؟ أكيد متعاطفون في الثورة المصرية في المشاركات، بس كمان عشان حسوا إنه في تغيير. ودائما الأحزاب اليسارية بتوقف مع الناس ومع الشعوب، ومعروف إنه النظام المصري كان نظام ديكتاتوري ليس ديمقراطي. أشكرك ألف شكر. ممكن حضرتك تعرفنا باسمك؟ أنا اسمي عماد صمور، أمين سر الجالية الفلسطينية في النمسا. بداية باسم الجالية الفلسطينية في النمسا بتوجه لشعب مصر وشباب الثورة بالتحية وبالإجلال بهذا العمل الجليل اللي قاموا فيه، واللي هو بداية خير وفتح طريق للشعب الفلسطيني بالنيل من حريته. وإحنا جزء وكنا دائما جزء يدعم كل حركات التحرر في العالم، وهذا هي سورة الثورة الفلسطينية وما زالت من أبطال الشعب الفلسطيني اللي بيدعموا أخوانهم في مصر. ومصر هي أم الدنيا اللي قدمت الكثير لشعبنا الفلسطيني، ونتمنى أنه يعم عليهم الخير والديمقراطية والسلام، ونحن سعيدين جدا بهذا الحدث الكبير. شكرا. بصراحة هو لم يتنحى، وإنما الثورة الشعبية في مصر العربية هي التي خلعت. ونحن فخورين جدا كعرب من المحيط إلى الخليج بالثورة الشعبية في مصر العربية، لأن مصر هي قلب الأمة العربية، وهي القلب، وهي نقطة الثقل والتوازن العربي. إن ما يحدث في مصر من سوء لا سمح الله أو خير سيعم الأمة بأكملها. كذلك نحن على أمل كبير إن شاء الله أن تمتد هذه الثورة الشعبية حتى العراق المحتل، وتطيح بالاحتلال الأمريكي، وتطيح بعملائه الذين احتلوا العراق، والذين هجروني من وطني العراق، والذين سبوا أهلي،
والذين قتلوا عائلتي في المعتقلات وفي القصف. تحية لشعب مصر العربية من القلب، من الضمير، من الوجدان. أتمنى لمصر وهي بلدي أيضا وهي من أمتي كل الخير، كل الرفاه، كل التقدم، كل القوة. عاشت الأمة العربية وعاشت مصر وتحيا مصر. شكرا. طيب أستاذة فاطمة، طبعا يعني حضرتك شاركتي معنا في المظاهرات التي يعني على مدار 18 يوم كنا نعضد ونساند الأبطال الثوار في ميدان التحرير، وبعد أن انقشع هذا الظلام وأتى بصيص الأمل والنور، كيف تقيمين ما حدث وما هي نصيحتك كي تحقق الثورة أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يشرفني ويسعدني أن أنا اشتركت في المظاهرات اللي كانت كنا بنطلع فيها دعم لإخواننا ولأولادنا ولأبهاتنا والإخواننا اللي في ميدان التحرير وفي مصر وفي الوطن العربي كله. احنا أنا شخصيا كان عندي يعني شعور لا أستطيع أن أصف هذا الشعور، أن أنا فوجئت أن عندي في بلدي شباب فاهم مثقف داري للأحداث عنده خبرة قارئ للتاريخ. الثورة كان فيها شباب طلع من الشعب بدون ما تكون تبع الأحزاب، بدون كانوا مثقفين. يعني كم مرة طلعت بيانات وكم مرة طلعوا يعني يحاولوا يهدوا الثورة أو يروحوهم، لكن هم كان عندهم فكر وعندهم ثبات وعندهم عزيمة إن احنا لازم نغير، والتغيير الحمد لله تم. وأتمنى من هذه الثورة إن احنا نأتي بحكومة مدنية وليست حكومة عسكرية، وان الحكومه دي تكون من الشعب وباختيار الشعب وباراده الشعب، وان الحكومه تكون حاسه بالشعب. واتمنى ان احنا نمر بالمرحله القادمه بكل امان. اتمنى لبلدي كل توفيق، اتمنى ربنا يوفق الوطن العربي كله للقيادات اللي تقود الامه الاسلاميه الى ما يسر قلوب الاخوه العرب والامه العربيه. احنا نيل وتاريخ ومجد. الأستاذ سالم، يعني نحب توصف لنا مشاعرك، انطباعك، الفرحة اللي انت تعيشها بعد أن انقشع هذا الظلام وأتى البصيص الأمل والنور. كيف توصف لنا مشاعرك وكيف توصف لنا حالة المهاجر المصري بما حدث في مصر؟ الحقيقة مشاعري وإحساسي دلوقتي حاجة تانية خالص، وأنا كنت مطمن في يوم من الأيام إن ده لازم هيرجع تاني. إحنا دلوقتي في بداية فترة تانية وهي فترة الانتماء لبلدنا، اللي هم أصلا دمروا الانتماء كل واحد مصري سواء مغترب أو عايش في مصر لهذه الأرض الطيبة. الحاجة اللي أنا حسيت بيها دلوقتي فعلا إن أنا قضيت من عمري هنا 33 سنة، وكان في وقت من الأوقات كان ممكن تقول أنا مش مصري، لأن إحنا كلنا مهجرين ومتغربين في كل مكان. النظام فعل هذا
النظام فعل هذا بقولها ثلاث مرات وفعلوها وكانوا متعمدين. الناس دول كانوا قاعدين في برج عالي جدا وياريت بيبص على الناس وبس ولا لا تؤاخذني، كانوا بيبصقوا على الناس. احنا كنا بالنسبة لهم صراصير، كنا بالنسبة لهم نمل طالع من الأرض وبيدوسوا علينا بالجزمة. مين اللي اداهم الفرصة؟ مين اللي خلى البلد الانتماء يتغير فيها؟ هم. لما أنا أبص ألاقي في خطابه الأخير يقول جرحاكم وشهداؤكم، يعني ما فيش انتماء، يعني هو ليس شهدكم أنتم، قالها في الخطاب الحاجات دي كلها. احنا بنحمد ربنا، يعني أنا لو في مصر دلوقتي حبروح أبوس كل رجل شاب من الشباب أو من البنات اللي وقفوا في ميدان التحرير وعملوا الثورة، الثورة النظيفة. وعموما عايز أقول لحضرتك، عاد الانتماء تاني، عاد كل شيء تاني، عادت مصر الحلوة اللي هتكون أحسن بلد في الدنيا كلها. شكرا. ألف ألف شكرا يا أستاذ محمد. شكرا. شاكرين. نحن الآن في قلب مدينة فيينا عاصمة النمسا، وفرحة الجالية المصرية لا توصف. ومعنا الآن إحدى الأخوات من الجالية المصرية يوصفوا لنا مشاعرهم بهذه الفرحة وهذا الانتصار. كيف توصفي مشاعرك؟ هل تعتبري مصر أصبحت أمة جديدة؟ والله مشاعري مش قادرة أوصفها، على قد ما قادرة أعيش فيها وأعيش فيها كل أصحابي وولادي وكل الشعب اللي بيشوفني هنا، والناس بيحسوا فعلا أن إحنا بقينا مصر تانية بعد يوم 25 يناير. وأنا سعيدة بشبابنا وسعيدة بكل اللي حصل، والحمد لله 30 سنة عدوا صحيح علينا، كان من أصعب 30 سنة في حياتنا، بس الحمد لله لسه جايين كم 30 سنة جايين، وإن شاء الله يبقوا أحلى إن شاء الله. أنا ليا رد بقى، يا مصر استعادت مكانتها وقدرتها وموقعها في العالم العربي والعالم أجمع بعد مرور فترة طويلة من الزمن ما كانش حد يشعر بينا، وكان كل بيقول مصر خلاص وقعت أو تعتبر يعني تحت، مش عايزين نقولها دي تاني أو نكررها. الحمد لله احنا دلوقتي فعلا استعدنا مكانتنا بين الدول العربية وعلى قمتهم باعتراف الدول العربية جميعا، وبخلاف طبعا احنا شايفين الصحف العالمية على أول المنشدات كانت بتتكلم على قدرة مصر وعلى قدرة شعب مصر في استعادة حقيتها ودورها في العالم العربي. دي نقطة. بالنسبة للجيل الثاني، يمكن أنا هحكي قصة، أنا ليا بنتي هي اللي تعتبر من الجيل الثاني، يعني هي مولودة هنا وعاشت فترة ونزلت مصر قعدت فترة. لا تتخيل كان نفسها إنها تنزل تعيش مع الشباب زمايلها اللي هم قابوا من المظاهرات، كانت فعلا في حالة يعني حتى لما كنت أقول لها يا بنتي لا مش هتقول لي إزاي لازم كلنا نكون موجودين. ولأول مرة ما حصل مظاهرات امبارح جت هنا وكان وشها حلو علينا، إن وإحنا ماشيين سمعنا خبر تنحي الرئيس السابق. أرغم على التنحي. معلش إحنا برضو شعب كريم وما نحبش برضو نقول حاجة مش كويسة، راح بمساوئه وكان بيلي برضو الحسنات ما حدش يقدر ينكرها، فربنا يتولاه حقيقي يعني. وفرحة يتولانا إحنا الحمد لله. الواحد ما كانش متخيل إن الشباب ممكن يقوم من القومة دي. Thank you.